20 دولة أجنبية وعربية شاركت بفعاليات معرض بغداد الدولي في فرصة واعدة تحرص شركة كارد على استثمارها لتقديم خدماتها وتعزيز توجه الحكومة بمغادرة التعاملات النقدية. بنسخة هي 47 تنطلق فعاليات معرض بغداد الدولي، نسخة هي الأضخم بين قريناتها الماضية بمشاركة 20 دولة و850 شركة، إذ تبين الأوساط المشاركة أن مثل هكذا معارض تمثل فرصة لتعزيز أواصر الشراكة والاستثمارات ما بين بغداد والعواصم الأخرى وفرصة لتحسين البيئة الاقتصادية. افتتاح العالم على العراق. نعم، اليوم فرحانين بتحسين البيئة إلى حد ما، لكن طموحاتنا أكثر لكي نستقطب هكذا شركات تخلق شراكات بين العراق وبين بلدان ذات الاقتصاد القوي. كلمة الافتتاح من قبل سيد رئيس الوزراء حقيقة مبشرة بخير، حول تعديل قسم من القوانين تنسجم مع ظروف العمل في هذا العصر. هذه واحدة من النقاط اللي نأمل ساعة قبل أن يأخذون تشريع تأخذ أهمية هذا الموضوع. اليوم شاركتنا في هذا المعرض، حقيقة هذا المعرض حدث اقتصادي كبير للعراق، ومشاركين 1000 شركات، أكثر من 1000 شركات عراقية والأجنبية. احنا كبوذ الياباني اليوم ندعم عجلة الإعمار في سوق العراق. فرصنا استثمارية واعدة تنتظر المجال الاقتصادي إذا ما تم العمل عليها بشكل صحيح، الأمر الذي يدفع شركة كيكارد إلى استثمار هذه المناسبة في تقديم خدماتها أمام شركات القطاعين العام والخاص والشركات المساهمة، فضلا عن تعزيز التوجه الحكومي بمغادرة التعاملات عبر الكتلة النقدية. شركة كي الرائدة بمجال الدفع الإلكتروني مشاركة بمعرض بغداد الدولي الدورة 47، وموجودين حاليا احنا بقاعة رقم 15، جناح رقم 15. مشاركتنا طبعا حاليا نقدم عدة خدمات، واحدة من الخدمات اللي هي الإصدار الفوري للزبائن بالنسبة للبطاقات الشخصية انسجاما ويا توجه الحكومة، وبخصوص مجال الدفع الإلكتروني والابتعاد عن الكاش. هاي الفترة اللي تيصير انه اكو توجه كبير من المواطنين بصورة عامة موضوع الدفع بمحطات البنزين او بالاسواق العامة. وتدفع أوساط اقتصادية للمطالبة بسن تشريعات تساعد بتنشيط القطاع الاقتصادي في البلاد، لا سيما مع عودة القوى النيابية من العطلة التشريعية. ويعول أن تكون لهذه المعارض انعكاسات اقتصادية في واقع البلاد، وأن تتسع قاعدة الاستقطاب للشركات الأجنبية للعمل في العراق. مصطفى علوش، الرابعة، بغداد.